عباد الله، يعيش الناس هذه الأيام القادمة أعياد النصارى بما يسمى بعيد رأس السنة، يحتفلون فيه بميلاد إلههم هذا العيد الكفري، الذين ينسبون فيه الولد إلى الله عز وجل. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وللأسف فإن بعض أهل الإسلام يشاركونهم في هذا الاحتفال، وهذا محرم ولو بأي نوع من أنواع المشاركة والتهنئة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، وذلك مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول عيدك مبارك، أو تهنأ بهذا العيد، فهذا إن سلم قائله من الكفر والعياذ بالله فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. ومما قرره أئمتنا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما التهنئة بالأعياد فهذا حرام بلا شك، أي أعياد النصارى، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر، لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر. ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكريسماس أو عيد الفصح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقا. حتى وإن كانوا يهنئوننا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم، والفرق أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة حق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن صور الاحتفال بأعيادهم ما يفعله كثير من المسلمين من بيع ما يتعلق بهذا الاحتفال من الأشجار أو الصور أو الألوان التي تدل على عيدهم، وكذلك ما يفعله بعضهم من إشعال الألعاب النارية في رأس السنة عند منتصف الليل. وإنك حقا لتأسف أن ترى مثل هذه الأعمال التي يقوم بها بعض المسلمين. ثم اعلموا أن النصارى أنفسهم مختلفون في وقت الميلاد اختلافا شديدا، والقرآن يخالفهم في وقت الميلاد، فهم يقولون في آخر السنة، والله عز وجل يقول: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذن فميلاد المسيح عليه السلام إنما كان في أيام نضج التمر في الخريف، يوم كانت الحرارة قد بلغت أشدها، وهذا يكون في الصيف ولا يكون في آخر السنة. فاتقوا الله عز وجل وحققوا الولاء والبراء تكونوا من المهتدين.